هناك امرأة تعاني من انتقاض للوضوء بشكل مستمر، وهي من النوع الذي يحب البقاء في الحرم لتأدية الصلوات. بماذا توجهونها جزاكم الله خيرا، ولا سيما أنها إذا اشتغلت بالوضوء تفوتها صلاة الجماعة وقد لا تجد مكانا داخل الحرم كما هو الحال في التراويح، جزاكم الله خيرا؟ هذه من الذين حدثهم دائم. قد ذكر العلماء أن هؤلاء يتوضؤون عند الصلاة، يستنجون ويتوضؤون عندما يريدون الصلاة ويصلون في الحال، ولو خرج منهم شيء وقت الصلاة أنهم معذورون في هذه الحالة. نعم.